السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا مكملين مع بعض سلسله لبس العيد، جايبالكم النهارده لبس العيد من بلد بورسعيد. احنا موجودين النهارده عند عبد الله ستوك في محافظه بورسعيد شارع النصر عند قهوه الريان. المحل ده معروف جدا، لهم صفحه على الفيس، صفحتهم على الفيس اسمها سمسمه براند وحش الكون. هتشوفوا النهارده اسعار من اول 50 جنيه، حريمي ورجالي واطفال، حتى البرانس بتاعت العرايس والعرسان هتشوفوها النهارده، البناطيل الجينز هتشوفوها النهارده، عبايات عيد الام ورمضان، كل ده هتشوفوه النهارده. وعندها كميه عبايات تحفه، عبايات خليجي. الجواكت الرجالي هنشوفها ب 100 جنيه، الجواكت الحريمه عندها ب 200 وعندها ب 100، فعلا زي ما بقول لكم عندها حتى الشيلان السكارفات، كل ده موجود عند عبد الله ستوك. علشان كده انا النهارده بقول لكم بجد كملوا الفيديو للنهايه، هتشوفوا حاجات حلوه قوي واسعار حلوه، كل اللي انتوا عايزينه من البلا هتلاقوه في المكان ده. بس احنا النهارده كنا بنصور في جراج بورسعيد، كان عندها اوبن داي في الجراج يوم الخميس والجمعه، فكنا بنصوره، لكن المحل بتاعها الاساسي موجود فين؟ في شارع النصر عند قهوه الريان. عشان كده انا بقول لكم الحقوا لبس العيد، سمسمه براند، وحش الكون، وعبد الله ستوك، عاملين قلبان في بورسعيد، في بلد بورسعيد. الحقوهم يا جماعه، والحقوا العروض اللي هم منزلينها للعيد، حتى جواكت الجنس عندهم، كل اللي انتوا عايزينه زي ما بقول لكم هتلاقوه موجود عند سمسمه براند وحش الكون وعبد الله ستوك. انا اسمي كريمه علي حسن، ودي قناتي. لو انتوا اول مره تشوفوا القناه، اوعى تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاروا لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. ويلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام. قولي لي احنا فين؟ احنا في الجراج. ورا جلال. نازلين بعروض جامده. ماشي، لكن محلك فين؟ محل في شارع النص عبد الله ستوك قدام قهوه الريان. ماشي تمام، يلا وريني. هنبدا بالجواكت الايه؟ جواكت الجينز. يلا. عامله 200 جنيه اي واحد؟ اي جاكيت عامل 200 جنيه. اي جاكيت. ده لبس العيد؟ لبس العيد. 200 جنيه عند 200 جنيه الكون. لبس العيد عند وحش الكون. ايوه بقى. 200 جنيه ما شاء الله. ده اللي طالع موضه. ايوه ماشي. الطويل ده كان ب 200 جنيه؟ حلو قوي الزيت ده. منزله عرض تحفه. ده وريني ده تاني كده. تحفه الشغل بورقته، يعني هتاخد شغل عيد ما شاء الله. بصوا بصوا يا جماعه، ما فيش حاجه ملبوسه ما شاء الله. بص الجاكيت من جوه. حلو قوي صراحه. حلوين قوي دول. بصوا ومقاسات كمان وكله. تمام. بالماركه، بالماركه يا جماعه، بالماركه يا بنات، 200 جنيه. ماشي. المحل في شارع النصر، المحل اسمه عبد الله ستوك. وعندي الجواكت اللايت الخفيفه. من خفيفه بقى للعيد. شغل العيد، كل ده شغل العيد. حلو ده، كل ده شغل العيد ان شاء الله. طب كروبات السبورت تحفه. ده حلو السبورت ده ب 200 برضه. 200 اي حاجه بشوفها ب 200. شايفه؟ تمام زي الفل. شغل الخفيف ده ما شاء الله. تمام، على مهلك براحتك. في بمبار. البمب كمان موجود. بصوا هنا فيه كل حاجه. 400 جنيه. حلو ده، ثواني. حلو قوي الاصفر ده، اللي ده حلو قوي. وبرده ده كمان ب 200 ده برده. حلوين جدا. العيد الخفيف. شايفين شغل العيد؟ حلو. تمام. يعني بص، عندك تقيل وعندك خفيف وعندك الجنس البناتي ده برضه. هما بيجوا الوقت علشان لبس العيد. لبس العيد. الجاكيت عامل ازاي من جوه؟ ما شاء الله. بصوا بتورينا البطانه من جوه وكله، يعني اللي يجي يا جماعه يمسك الخامات ويدور زي ما هو عايز. بصوا ومقاس كمان. تمام، الله ينور. الله ينور. حاجتك طول عمرها حلوه يا سمسمه. بجد والله. مدام كريمه لا واخده مننا ولابسه مننا حبيب. ايوه انا كنت لسه اقول لك، الزيت اللي انا شفتهم من شويه دول يعني هو عينينا اللي هجائز فيهم دول. حلو ده، حلوين دول ما شاء الله. بنات عسل، حلو اللون الموف اصلي، واللون الاحمر العش. انتوا عارفين اللون الاحمر ده العش يا جماعه. كل ده ب 200 جنيه. اي جاكيت شفناه من هنا ب 200 جنيه، ولسه كمان هنشوف. اي شال 100 جنيه بعد 200 جنيه. الشيلان بقى، الشيلان تصفيات. احنا بنقول كده بنت تصفيات شتا. اللي مش هياخد الوقت ياخد ويعين السنه الجايه. السنه الجايه بيبقى ب 250 جنيه و 300 جنيه. ايوه بصوا يا جماعه، ده ب 100 جنيه. شايفين قد ايه؟ ثانيه. ما شاء الله. لبس كده الله ينور. بيحطوا حزام.
اللي هو الكتف ده ممكن كده. شايفين الفاشونيستا دي؟ لا هقول لك براحتك. ايوه ليه كذا لابسه؟ براحتك ليه كذا لابسه. بتلبس كده وبيحط له حزام. ايوه صح. وممكن اعمله جرد. الله ينور. والله جرد ازاي؟ هقول لك. شفتوا بقى الموديلات دي في الشال حلوه الحكايه دي. ورينا. هتشوفوا بقى الفكره دلوقتي اللي هي عملتها في تشال، ربطته من الجنبين ولبسته كانه جرد. بصوا هي مدام سمسمه بصراحه دمها زي العسل ووشها بشوش وما بتطلعش حد زعلان ابدا، يعني اي حد هيروح لها يعوز ياخد اللي هو عاوزه مش هتطلعه زعلان ابدا، تتفق معاه في السعر وتتكلم معاه كمان في السعر. لكن الاسعار بتاعه التصفيات اللي هي حطها لبس العد دي، ده حاجات سعر اساسي خلاص ما فيهوش كلام. اي بنطلون من هنا بقى بخمسين جنيه. الستاند ده استاند البناطيل السبورت كله على بعضه رجالي وحريمي، هتلاقي في الستاند ده زي ما بقول لكم دايما لما تروح بلد بورسعيد دوري في كل الستاند، ما تزهقيش يعني، ما تدوريش من اول بنطلون او اتنين او قطعه او اتنين وتزهقي، لا كملي بقيه الستاند كله هتلاقي فيه حاجات حلوه. اي بنطلون كان من البناطيل السبورت بخمسين جنيه رجالي او حريمي. هندخل بعد كده على البناطيل الجينز اللي في ايدها كده البيك سايز. البيك سايز كله عامله له ستاند لوحده ب 150 جنيه، كل البناطيل الجينز البيك سايز ب 150 جنيه من عند سمسمة براند وحش الكون وعبد الله ستوك. بصوا بتجيب لنا برده البناطيل بقى الحريمي برده ب 150 جنيه. البناطيل الكلاسيك كلها برده ب 150 جنيه. بصوا الستاندين اللي ورا بعض دول مليانين بناطيل كلاسيك جينز البيك سايز المقاسات العاديه، بناطيل خروج كل دي بناطيل خروج يا جماعه ب 150 جنيه. دوروا هتلاقوا اللي انتوا عايزينه في بلد بورسعيد. شايفين انا بوريكم الستاندات قد ايه، وهي برده عماله تجيب لنا المقاسات الكبيره. شايفين مقاسات كبيره والوان الوان كتير وموديلات كتير. دوروا في ستاندات بلد بورسعيد هتلاقوا اللي انتوا عايزينه. هفضل اقول لكم كده لغايه فعلا لما تقولوا لي خلاص احنا بنروح دلوقتي بندور في كل الستاند مش من اول قطعه واتنين. هنيجي بعد كده للبمبات. البمبات دي الستاند برضه كله على بعضه الشبابي والبناتي حريمي ورجالي. اي بمب من اللي هي بتمسكه لنا دول ب 100 جنيه، بتقول لك دول خفايف يعني بتلبسه في اخر الصيف خلاص او في اول الصيف من الاول خالص. اي حاجه من دول ب 100 جنيه. بتورينا موديلات والوان ومقاسات كتير 100 جنيه. وبعدين هي كاتبه على كل ستاند على فكره السعر، يعني انت ما هتروحي مش هتقعدي تسالي، لا مكتوب على كل ستاند السعر بتاعهم. اي بمب من اللي احنا شفناهم دول كان ب 100 جنيه. البليزرات كلها عندها ب 100 جنيه، المقاسات الكبيره والمقاسات العاديه، الستاند كله برضو هي يعني بتحط السعر على الستاند كله، الطويله هو القصير. اي جاكيت من دول حريمي ب 100 جنيه، حريمي وبناتي زي ما انتم شايفين الالوان المطرقعه، بتقول لك لبس العيد الحقوه عندي باسعار مش هتحصل تاني بعد كده. الجردات بقى المفتوحه، اي جرد من اللي هي بتمسكه بدول بناتي وحريمي مقاسات برضو كبيره وصغيره ب 150 بعد 300 جنيه، هي بتقول لك عشان لبس العيد انا عامله تخفيضات واوكازيون وتصفيات كمان للشتاء. الحقوا يا جماعه الاسعار اللي هي بتقول عليها. البلوفرات اي بلوفر ب 100 جنيه، هتجيب لنا برضو كميه حلوه برضو من البلوفرات. شايفين القصير الطويل الالوان كلها برقبه من غير رقبه، شايفين الالوان حلوه قوي بجد عندها برضو، ده كان جميل وواسع ومقاسه حلو قوي. اي بلوفر ب 100 جنيه بقى ب 50 جنيه. يا سلام لبس العيد ب 50 جنيه للاطفال. لا اديني فرصه اصوره. ايوه اديني فرصه اصوره ب 50 جنيه. حلو ده كبير ده سن محير كمان. حلو. اي جاكيت ب 50 ماشي. طول الجينز هنا ب 75 تمام. شفنا ب 100 و150 وانا هنا ب 75 الجينز. الله ينور تمام. حلو البناتي ده، حلو الالوان البناتي ده. ده ايه ده سلوبيت حلو. تمام. اي سلوبيت كمان ب 75 حلو تمام. الجاكيت الرجالي 100 جنيه 200 ولا 100؟ الجاكيت الرجالي ب 100 جنيه؟ 100 جنيه. اي جاكيت رجالي ب 100 جنيه؟ خفايف برضه تمام.
الحقوا يا جماعه حاجه سمسمه يا جماعه، محل عبد الله ستوك في محافظه بورسعيد في شارع النصر. تمام. 55 جنيه. 50 والله؟ 50 وبنطلون و50. حلوين، حلو ده. ب 50 برضه. دوروا، بقول لكم الستات كبيره ما شاء الله ودوروا. ماشي. اي حاجه ب 50 جنيه. الله ينور. تمام. تمام. بصوا في قد ايه؟ اي هاف 50 جنيه. اي هاف 50؟ حلو برضه. 50 بعد 100 جنيه. بعد 100، 50 بعد 100، تصفيات ولبس العيد. تصفيات ولبس العيد ب 50. تمام. بصوا الستاند قد ايه؟ بصوا دوروا، دوروا. كل دي ستاندات من كل حاجه، احنا بنجيب عينات بس. خلي بالكم. 50 ب 50، تمام. والله القصير ده ب 50 حلو. 50. تمام. 50. تمام، قصير وطويل. بصوا يا بنات قصير وطويل. والله العظيم دوروا زي ما بقول لكم، دوروا 50. في الحاجات دي هتلاقي حاجات حلوه. شايفين الفش ده كان حلو برده ب 50 ده؟ 50 حلو. جنيه. حلو. الله ينور. كل دي الهافات اهي ب 50 يا بنات، كل دي هافات ب 50. هنا الاربع سكارفات. الاربع السكارف من ده؟ ب 100. الاربع سكارف ب 100؟ تمام، يعني واحد ب 25. يعني في طرحه في سكارف. تمام. 100 جنيه. الأربعة ب 100، الأربعة ب 100، الأربعة ب 100، تمام. أي درس من هنا ب 100 جنيه. ب 100، أي درس ب 100. تمام، تمام. لبس العيد، لبس العيد الدرس ب 100 جنيه. تمام، الله ينور. حلو. تمام، الله ينور. دوروا برضو هتلاقوا مقاسات وهتلاقوا كل حاجه. عندي برانس العرايس. البرانس العرايس اللي كل مره بتاخد كل الناس بتسالنا عليها. 150 جنيه. استنى انا عايزه اجي هنا عشان ماشي. بس ب 150 البرنس بتاع العرايس بتقول لك ب 150. في قميص البيت. قميص البيت برضو حلو ده. قاعده منهم دول قاعده والله. قسما بالله اخده يجي 10. ما شاء الله. جايه لك اهو. ب 150 ده؟ اه. ماشي. اي حاجة من هنا ب 150. تمام. تمام. وبرنس العريس. تمام. والله الاتنين مع بعض برنس العريس. طب حطهم لي جنب بعض. الشغل. يعني تاخديت عيني. أيوة. في جهازك على طول. بصوا. ده لو عايزة تجيب. طب حطهم الاتنين جنب بعض كده، ما نجيب الاتنين العروسة والعريس، برنس العروسة وبرنس العريس يا بنات. تمام، الله ينور. ماشي. برضه في قمصان البيت الخفيفة. القميص البيت. تمام. برضه ما عادش السلوبتات خلصت. السلوبتات خلصت ما شاء الله. ايوه. اللي هيجي ده بكام؟ مدام كريمه هحسبه له 100 جنيه. تمام، يعني هو ب 150؟ اللي يروح له طبعا متابعين القناه هيبقى ب 100 جنيه. السنة تانية. تمام. عشان ايوه تمام، الله ينور. نيجي بقى للمفاجأة الكبيرة. عايزة عبايات بقى لعيد الأم. المفاجأة الكبيرة العباية دي. عايزة كده. العباية دي من الشغل. في الشنطه. بص لا طب هشوف العباية. هما الاثنين. العبايتين دول مش شغل ما شاء الله. بكام؟ عندي من اول 300 لاخر حد عندي 900 جنيه. 900؟ وريني اما 300 وريني اما 900. دول جداد ولا ايه؟ استوكات. بصوا انا عايز، استنوا بقى انا عايز اوريكم الاستوكات بقى. بصوا الشغل ده، شايفين الخرز ده؟ بصوا الشمس جايه في عيني وانا ايه بحاول اوريكم كده. ده بكام بقى ده؟ 500. ب 500. تمام. واللي هيجي ليه خصم. واللي هيجي كمان له خصم. ما شاء الله. ب 500. اي عبايه لعيد الام هنا ب 500. لا من اول 300. من اول 300 لغايه 700. 900. تمام. ماشي تمام. ده جارد مفتوح دي. بصوا انا عايزه برضه اوريكم الشغل اللي على الايدين ده. بصوا يا جماعه اما تيجوا دوروا بجد في الحاجه ب 550. حلو. مفيش الاسعار دي عندك. شايفين؟ شايفين العبايات ما شاء الله، المفتوحه والمقفوله كل حاجه. كبير جدا. العبايات وصلت اهي. ايوه وصلت اهي. سمسمه براند وعبد الله ستوك. سامعين؟ البان. ايوه. عبايات يا جماعه سعودي. تمام، الله ينور. اماراتي، كل حاجه موجوده. كل شايفين حاجة من اول 300 لغايه 900. شايفين اهو اهي. ماشي تمام. ايوه ايوه انا عايزه اوريكم دي، عايزه اوريكم دي. حلوه.
بصوا شايفين، شايفين الكوب ده، شايفين العبايه عامله ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. العبايتين اللي جايين دول حلوين قوي بجد، شايفين موديلهم عامل ازاي، حلوين ومقاسهم حلو، بيلبس مقاس كبير قوي يا جماعه، خلي بالكم كل العبايات دي بتلبس مقاسات كبيره. انا بسالها العبايه بكام، قالت لي دي ب 500 جنيه. هي عندها العبايات، عبايات عيد الام وعبايات رمضان من اول 300 جنيه لغايه 900 جنيه، وانتوا شفتوهم هم كمان لابسين من الشغل العبايات ده. بجد من تشكيله العبايات عجبتني قوي، وفعلا طول اليوم بسم الله ما شاء الله اشتغلوا منهم شغل حلو جدا جدا. وكمان ده شايفين ده تفهميش هو بلطو ولا جرد ولا ايه بالظبط، تونيك. عندها تشكيله حلو قوي من عبايات عيد الام ورمضان. فستان والله، فستان وازدال وتونيك ثلاثه في واحد ب 200 جنيه. الله ينور. تمام تمام شايفين هنا، شايفين العبايات المفتوحه الجرد دي، الله ينور. تمام الله ينور. تمام تمام شايفين ده يا جماعه، شايفين بصوا الكم ده عامل ازاي، شايفين هنا الكم عامل ازاي، تحفه بجد، حلوين قوي العبايات ما شاء الله، الله ينور. وحش الكون يا جماعه، احنا عند وحش الكون عبد الله ستوك محافظه بورسعيد في شارع النصر. ماشي. شايفين دي حلو قوي، دي برضو بناتي حلو قوي دي، بصوا دي مفتوحه، اه ده فستان وعبايه وبلسان من تحت صح، حلو قوي دي، جميله ان شاء الله. الله ينور الله ينور يا سمسمه، الله ينور الله ينور. تمام بصوا الاسعار كلها مكتوبه على كل حاجه اهو، سواء لما تروحوا هنا، لما تيجوا هنا في الجراج، او لو هتروحوا المحل هتلاقوا نفس الاسعار اللي مكتوبه. 100 جنيه يا جماعه، 100 جنيه. تمام 100 جنيه. تمام الله ينور الله ينور. عبد الله ستوك محافظه بورسعيد شارع النصر يا جماعه، روحوا لوحش الكون قدام قهوه ابو ريان، وحش الكون سمسمه. معلش بقى، في الاوقات اللي انا كنت بقفل فيها الصوت وبتكلم انا بصوتي، كان بيبقى حد فاتح جنبنا اغاني، وانتوا عارفين الحاجات دي بتبقى ممنوعه، عشان كده بضطر ان انا اقفل الصوت واتكلم بصوتي، وبرده اعذروني المره دي لان صوتي ايه تعبان شويه. وده كان المكان بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاروا كل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. سلام عليكم.